الأخ ليس مجنون، هذا الأخ مضغوط، هذا الأخ مغبون، هذا الأخ مسحوق. أنا عارف أنا كويتي ولا بدون ولا عراقي، شنو الحل؟ ليست الصرخة الأولى التي تنطلق. وضع البدون مؤلم، المشكلة أن المسألة تستدعي تدخل دولي، هناك أوضاع أقل من هذا الوضع وتم التدخل بها دوليا. إلا هذه القضية لا أدري لماذا العلم عنها غائب بل يشارك. أنا أرجو ألا يتم التعاطف مع هذا الهاشتاغ وتكتب عواطف وتنتهي. يجب أن تكون هناك خطوات على الأرض كل من موقعه.